السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي أسماء عرابي. الفيديو ده هقول لكم فيه على أنشطة وطرق سهلة جدا إن أنا أقدر إن أنا أحفظ الولاد بيها الكلمات، سواء كنت حضرتك أم أو مدرسة حابة إن أنت تبدأي الكارير بتاعك، أو في صعوبات بتقف قدامنا كأم برضو كمدرسين، إزاي إن إحنا نعمل أنشطة سهلة وبسيطة وتوصل معلومة للطفل وفي نفس الوقت يحفظ معايا الكلمات بطريقة سهلة جدا من غير يا ماما ما تتعصبي ولا تتنرفزي ولا صوتك يسمع الجيران. خلونا نبدأ كده نشاط نشاط، هعرضه معاكم صورة صورة أو فيديو فيديو ونبتدي نشرح ونتكلم فيه. يلا بينا يلا بينا. خلينا بس متفقين ان الطفل لازم يبقى عارف اصوات الحروف كويس جدا، وعارف الحروف المركبة اصواتها ايه، يعني واخد التأسيس بتاع الفونكس كويس قوي، او لو مش عنده فوانا شغالة معاه بشرحها له في الكلمة اللي عنده بثبتها معاه باكتر من مثال. الحاجة التانية حفظ كلمات فقط بدون استخدام بيتحول على الذاكرة المؤقتة وبيتنسي بسهولة. طالما الطفل انا حفظته كلمات لازم ابدأ معاه بعد كده ان هو لازم يستخدم لي الكلمات دي في جمل في حياته اليومية بقى، في الواجبات بشكل دوري ايا كان، بس تحاول يا ماما في البيت تستخدمي معاه الكلمات اللي هو حفظها. خلونا نبدأ الفيديو ويلا بينا اكتر من فكرة بنشاط واحد بس او اكتر من نشاط. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، بالتوفيق للجميع. اللي قدامنا ده ممكن نستخدمه باكتر من طريقة ومع اكتر من مرحلة، سواء لسه بيمسك القلم سواء بيحفظ الكلمات اولى بقى تانية تالتة ابتدائي، دي اكتر من طريقة هلعب الطفل بيها بحيث ان انا اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. نشاط واحد مش هعمله غير مرة واحدة بس هقدر ان انا استخدمه واستفيد بيه كتير جدا. اهم حاجة قبل ما ابدأ في حفظ الكلمات وفي تحفيز الولد الكلمات لازم يكون عنده الحروف باصواتها، وده شيء ضروري جدا. عملت ورق وطبعته الحروف كابيتال وسمول، وهحط لكم برده الورق على البيج اسماء عرابي ان شاء الله لو حد حابب يطبعه ويشتغل على طول. عملت حروف كابيتال وسمول ومقسمها جوه مربعات، بدات ان انا الزقها على اي كرتونه حتى كرتونه الشيبس القديمه، يعني مش هتحسوا ان هي مكلفه قوي، يعني بلزقها بالبريت مش بمسدس الشمع عشان يبقى السطح مستوي بالنسبه لي لما اجي اخلي كذا نشاط استخدمه فيها ما يبقاش فيه مشكله فيه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهو ببدأ ان انا ألزق الورق، بعد كده هبدأ اقصه سواء بالمقص او بالكتر. انا ما عنديش كتر فانا استخدمت المقص كمتعب شوية، بس لو في كتر طبعا يبقى افضل كتير، يعني بالكتر وبالمسطرة كده وبنقص المربعات هنلاقي حتى كل حرف معانا واخد ايه مربع لوحدي. قصتهم كلهم كابيتال وسمول، كل مربع في حروف كابيتال وسمول. هبدأ بعد كده ان انا اسرتش كل مربع على حدة، يعني اعمله بالسلوتيب زي ما حضراتكم شايفين كده، السلوتيب الشفاف جنب بعضي جنب بعضي بحيث ان انا هحافظ عليه وفي نفس الوقت استخدمه في اكتر من نشاط وما يبهدلش معي. ده بعد ما قصيت كل المربعات. بعد كده هبتدي ان انا بقى ايه الخبطهم الحروف كابيتال لو انا لسه ابني ما دخلش المدرسة من مرحلة 3 سنين كده، وهبتدي اطلب منه ان هما يرتبها لي A B C D بنفس الترتيب كده بالظبط الكابيتال جنب بعضيه. ده كده اول نشاط معايا ممكن ان انا استخدم فيه الكروت دي لسن 3 سنين. نيجي على الجزء اللي بعد كده، انا خلاص كده رتبت الحروف كلها كابيتال او خليت الطفل يرتبها كلها كابيتال، هبدا ان انا عامله الكروت طبعا كابيتال وسمول. الطريقه اللي انا بقول عليها دي بقى حلوه قوي برضو لثلاث سنين بكشاف، انا دي كانت لعبه كده في النحله بتاعه الولاد، همشي على حرف حرف وانطقه واقول اسمه واقول الصوت بتاعه، يعني مثلا هقول A A B B C K وهكذا. الطريقه الثانيه بقى لسن 4 سنين ممكن 3 سنين ونص وثلاث سنين، ان هو يمشي على كل حرف ويكتبه بنفس طريقه كتابه الحرف زي ما حضراتكم شايفين. الحاجة التالتة بقى والرابعة اللي انا هعملها ان انا هخليه بعد ما رتب لي الحروف كابيتال يحط لي فوق كل حرف الحرف بتاعه السمول زي برضو ما حضراتكم شايفين كده، ده هيسهل كتير عليه جدا ويثبت معايا المعلومة خصوصا لو الطفل حركي. وبكده اكون ان انا حطيت الحروف كابيتال وسمول فوق بعض ولعبت الولد في نفس الوقت الموضوع ثابت معايا. اللي بعد كده ايه ان انا هقول له هات لي الحرف الكابيتال وجنبيه الحرف السمول، حرف الكابيتال وجنبي الحرف السمول. هيعمل ايه؟ هيمسك القلم لسن 4 سنين برضو او 3 سنين ونص وهيمشي لجوه الفراغات بتاعة الحرف، هتأكد وهو بيكتب ان هو ماشي كويس عشان يتحكم في عضلات ايده وفي القلم، وهبدأ ان انا امسح له واطلب منه ان هو يكتب تاني كلام ده 4 سنين او على حسب عضلات الطفل. بس النشاط ده حلو جدا وبيثبت مع الحرف وطريقة كتابته زي ما حضراتكم شايفين كده بيمشي جوه الفراغات بتاعة الحرف.
وهطلب منه ان هو يظبط ايده قد ما يقدر، وطبعا بطريقه كتابه الحرف الايه الصحيح، وطبعا مع التشجيع. وطبعا انا مسلت بيها فسهل ان انا امسح واكتب عليها تاني. الطريقه اللي بعد كده ان انا هكتب له الكلمه على الترابيزه او على السبوره، وهكتب وهطلب منه ان انا هدي له حروف، وهطلب منه ان يكون لي نفس حروف الجمله الكلمه دي. فهو خلي الدي سمول الدي كابيتال، لا هو خد الدي السمول زي ما انا ما كاتبه بالظبط، بعد كده الاو، بعد كده الجي، وبعد ما يحطهم هيروح نطقها لي هيقول لي dog دي او جي dog. يبقى انا كده بدات احفظه الكلمات، وممكن من سن صغير جدا يشتغلها الطفل. النشاط اللي بعد كده بقى ان انا هطلب منه بعد ما كوني الجمله هيمشي لي برضو عليها بالقلم الماركر جوه الفراغات بتاعه كل حرف، ويقول dog d o g d o g dog، ويكرر اكتر من مره وهو بيكتب. اللي بعد كده انا عندي كلمه هان هكتبها له، وهطلب منه ان هو يرتب حروفها، رتب حروف الكلمه ايا كان بقى كانت الكلمه ايه. فانا بعد ما رتب معايا حروف الكلمه انا مسحت الكلمه خالص، وبعد كده رحت ملخبطه الحروف وطلبت منه ان هو يعمل لي ترتيب للحروف بحيث انه يكتب لي كلمه هان زي ما احنا ما كنا لسه واخدينها. وممكن اعملها من غير ما اكتب له الكلمه، ادي له صوره واطلب منه ان هو يعمل الكلمه بتاعتها. ممكن اشيل حرف واطلب منه انه يكتب لي الحرف الناقص. فديها اكتر من طريقه، يا اما هلعبها بازل يا اما هلعبها ميسنج لير حرف ناقص وهو يكمله. وممكن ان انا الون بالالوان الاقلام الالوان علشان برضو بتبقى حلوه مع الفاولز. الطريقه اللي بعد كده انا عندي الكروت اهي، ودي برضو لسن 4 سنين او ما قبل المدرسه، ان انا هقول له بالصلصال هتشكل لي الحروف وتمشي عليها بنفس الطريقه كده زي ما احنا ما بنعمل، ودي بتبقى ممتعه جدا 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 مع الاولاد. ولو تلاحظ انا اديت له لونين وقلت له حرف الفاول اعمله لي بلون مختلف، فبدأ ان هو برضو ايه ياخد باله من الحروف الكونسوننت والحروف الفاولز. النشاط بقى اللي معايا بعد كده ان انا برسم له الصورة، وبطلب منه ان هو يكتب لي الكلمة اللي بتعبر عن الصورة دي. فهو كتب لي كلمة ساد، بعد ما هو الولد ما كتبها بدأ يجمع لي حروفها بالكروت، وبعد ما يجمع لي بالكروت اكتبها بالقلم، وبعد اكتبها بالقلم يعملها بالصلصال. بس دي طريقة بقى جديدة ان انا هطلب منه ان هو يلون الحرف، مش يكتب بس جواه، يلون الحرف، تقوية لعضلات الايد وللتحكم في القلم برضو. ولو تلاحظ انا طلبت منه ان هو حرف الاي يكتبه لي بلون مختلف علشان برضو ااكد عنده مفهوم الفاولز والكونسوننت. النشاط اللي بعد كده ده بيحل مشكلة صعوبات التركيز او التعلم، ان هو بالكشاف هيمشي على حرف حرف الطريق كتابته كأنه بيكتبه، وممكن للسن الصغير كمان. يعني اقول sun s u n sun s u n sun وهو بينطق كده بالظبط. النشاط التاني اللي معايا بقى وده حلو جدا وممتع، هنعمل سبوره مع بعض. جبت جلاد ب3 جنيه كرتونه قديمه، والبكره اللي هي بتاعه اللزق اللي هو اللي بيلمع ده، والدبل فيس لزق دبل فيس، ومسطره وقلم. وبدات ان انا اخد المقاسات بتاعه الكرتونه بتاعتي على الجلاد علشان هبدا ان انا اقصها، وقلنا لو معاكي كتر يكون احسن، ولو معاكي مقص برضو يمشي حلو، بس لازم المقص يبقى حامي. وبدات ان انا ايه اقص الكرتونه علشان تبقى بنفس الشكل. بعد كده بدات ان انا الزق على الكرتونه البلو تاك بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بالطول وبالعرض، وشلت اللزقه بتاعته، وبعد كده بدات ان انا اشد عليه الجلاد زي ما احنا شايفين كده. طبعا الجلاد مش عاملاه ابيض عشان عايزه يبقى اللون بيشد كده، يعني يبقى لون جديد بالنسبه للطفل يعني. وبالبكره اللي هي الملونه دي هبدا ان انا اعمل الحروف بتاعه السبوره علشان يديها شكل حلو زي ما حضراتكم برضو شايفين. حاول ان انا اظبط ايدي وانا بعملها علشان يبقى شكلها كويس. طبعا واحنا شغالين بالجلاد نحاول نشده شويه علشان السبوره تكون يعني شكلها الطف يعني. وهبدا ان انا اعمل زي ما حضراتكم شايفين الحروف كده، وهقول لكم بعد كده هنستخدم السبوره في ايه. هي حلوه في ان هو بيبقى يعني لو الولد كمان اشتغلها معاكي فهي هتفرق معاه جدا، احسن من كمان ما نشتري له واحده، علشان هتخليه متحمس ان هو اللي عملها وهي دي بتاعته. وبعد كده هنيجي بقى خلاص احنا كده خلصناها،
هقول لكم عليها النشاط نعمله بيها، وبعد كده هنعلقها وتبقى بتاعه الولد. النشاط اللي معايا بعد كده، انا معايا الصبوره لاقلام الملونه، الرمله، الكروت او الملح، يعني مفيش رمله في ملح. هبدا ان انا اكتب الكلمه، خليه يرتب لي حروف الكلمه ويكتبها لي. فكتب لي صن. بعد كده طلبت منه ان هو يمسك الملح ويمسك القلم عشان يتحكم اكتر، وده قلم جاف انا شلت منه الانبوبه بتاعته، ويكتب لي كلمه صن. بعد ما كتبها لي هطلب منه ان يمسك الماركرز بالوان مختلفه ويكتب لي كلمه صن، والحرف الفاول يعمله لي بلون، والحروف الكونسوننت يعملها بلون تاني. فبدا ان هو يكتبها لي زي ما احنا شايفين كده، ومش هكلمه في خط صغير او كبير وهو بيكتب على السبوره، هسيبه يكتب، بس اهم حاجه ان خطه يبقى مظبوط. ويبدا الولد يكتب لي الكلمه. وشوفوا السبوره بالوانها حلوه وتشد الطفل جدا وتخليه عايز يشتغل اكتر معاكم. النشاط اللي جاي ده بقى للحروف، اعتقد انه معظمنا عارفه. ملح في طبق، انا جبت الطبق منقوش عشان يبان عليه الكتابه، وببدا ان انا اخلي الطفل يكتب لي الحروف، وبالقلم الجاف زي ما قلت لكم كده شايله منه الانبوبه. تعالوا بقى نعلق السبوره الجميله بتاعتنا بالبلوتاك، وهحط في الطرف وفي الطرف على الحيطه، وهبدا ان انا الزق السبوره على الحيطه عند ابني، بحيث ان هو لما اقول له انت تيتشر يحس بالثقه بالنفس ويبدا هو يشرح لي ويشتغل. الطفل هيفرح بيها جدا وهيبسط بيها جدا جدا جدا. النشاط اللي معايا بعد كده برضو معروف بالصلصال. هطلب من الطفل ان هو يشكل لي الكلمه بالصلصال، يبدا ان هو يكتبها بس بطريقه التشكيل، ودي حلوه جدا جدا للاطفال الحركيه، وبتثبت معهم المعلومه، وبتثبت مع الطفل اصلا الكلمات والحاجات اللي هو بيحفظها. فببدا ان هو يشكل لي زي ما حضراتكم شايفين كده، وبرضو هطلب منه ان الحرف الفاول يتعمل بلون، والحروف الكونسنت تتعمل بلون تاني. ممكن يشكل لي الحروف بس لو هو في مرحلتنا قبل المدرسه، وبتقوي برضو عضلات الايد. وبكده يكون ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. افكار كتير لانشطه كتير، اتمنى ان هو يكون فاتكم. لو حبيتوا الفيديو وبكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان هو يكون حقق استفاده، وان انتوا استفدتوا منه وقدر ان هو يوصل لكم معلومه جديده. شكرا ليكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير للقناه، ودمتم بخير.